تعتبر الزراعة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومن الحرف الرئيسية لسكان القرى والأرياف، وتزامنا مع هطول الأمطار الغزيرة لخريف هذا العام، فإن الحقول الزراعية تبشر بالخير مقارنة مع الأعوام الماضية. وعليه جاءت زيارة وزيرة الإنتاج والري والمعدات الزراعية إلى قرية تويون الواقعة على بعد 40 كيلومتر من مدينة بيلتن حاضرة ولاية وادي فرع، وذلك بهدف تشجيع المنتجين الزراعيين لا سيما التجمعات الزراعية النسائية اللائي يقمن بزراعة الغلال والفول السوداني والسمسم. كما استمعت الوزيرة إلى شروحات مفصلة من قبل المزارعين تتمثل في صعوبة الحصول على المعدات ولوازم العمل الفلاحي. ونينا الأوين نجاسف بأينا في الأرض دي بس نهرتو منه شوية شوية كان لقينا نجاسف ما يانا صعوبات دي اللي شفت في الكادنجات وفي الموية أبوار قاسر لنا عندنا التير باكل جراد برضو فيه ودائرين أبوار ودائرين بابور بتاع دقين خلة دول دائرين كثيرة نحن التراكترات برضو دايرة مشان يشغل لنا الوقت ده. حيث أكدت الوزيرة بأن هذه المطالب ستسجل في دفتر مهام الوزارة من أجل تذليل كافة العقبات ورفع التحديات العالقة أمام تنمية قطاع الزراعة. أنا فرانة كثير عشان شفت كلمة الأوينسو وكلمة الأمم جاي سودة مالي ميناش أنا دي ريجون عشان برودوي انا مدغا يمشي في السوق وشوكولا الأمان انينا نسي في مينيسيرا يشوفوا كيف يساعدوا. وننوه الى ان الوزيرة وفي طريق عودتها الى مدينة أبشة قد تفقدت مخزن الغلال التابع للهيئة الوطنية للأمن الغذائي أونازا إلى جانب السد المائي الخاص بتجميع مياه الخريف للاستفادة منها في سقي الجنائن في موسم الصيف.